اتفضلي اعرفي نفسك. انك لاعب فيديوهات بحيث الدكتوراه في جامعه الاسكو سلاف في جامعه القاهره. عرفتي جايب لنا درجه الاختيار؟ احكي لي بقى انا شفت المعتز وقع وانا بسال احكي لي بقى. مدربين على الطعام وفعلا فعلا مدربين كمان يضرب كل ميه بس وميه كل ساعتين يعني لازم بيشربوا ميه على طول ميه كل ساعتين وده اضراب لتصعيد لتنفيذ المطالب. يمكن يكون المجلس العسكري عنده رحمه وينفذ المطالب. انا المطالب في اجاز كده انا مطالب المحاكمات اول حاجه المحاكمات تجهيز كل الصف الاول والثاني من كل الوزارات الحكوميه وقيادات الشرطه وقيادات الشرطه رفع الاجور حد ادنى وحد اقصى الاجور. كم واحد موجود؟ طلع لنا في هنا او احنا كان عندنا 18 واحد دلوقتي بقوا 9. مين اللي قابل المجلس العسكري؟ قابل المجلس العسكري مجموعه من الشباب كانوا مدربين منهم هيثم حموده ومحمد امين ومنى جاويش واحمد عبد السميع. المجلس قال لهم مش ايدي ان انا يعني اعمل كل حاجه اشتغلوا مع وزاره الشكل ووزاره بتشكل هي اللي فيها القرارات. طبعا ده مطوحه يا اما مع المجلس شويه يا اما الوزاره تقول لك لا ده المجلس هو المسؤول واحنا بصراحه مش عارفين مين المسؤول عن تنفيذ المطالب. حتى لما طلبوا ان هم يبقوا في رعايه صحيه في شرم الشيخ المجلس العسكري قال لهم مش بيدي النائب العام. قالوا طب المجلس سالوا الاستاذ نفسه قالوا له حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ قال لهم لا ما لا استاذ اللي هو الاستاذ قال ما اعرفش قال ما اعرفش كلام خطير جدا قال ما اعرفش 30 دول خلال اربع انا لا اعلم اذا كان حسني انا ما عنديش صلاحيات اعرف كان موجود ولا لا النائب العام هو اللي عنده الصلاحيات اتكلم عليه بقى بالمجموعه.